بهذا الفيديو خلي شوي بس اريد اوضح افكار هذا الهومورك. كثير طلاب راسلوني على انه هذا الهومورك بافكار قد تكون صعبة او غريبة. بالحقيقة هي مو افكار صعبة، هي بالتأكيد مر عليك في رياضيات في المرحلة الاولى، لكن اعتقد انه لين صار بمتغيرين يمكن شوي تحتاج توضيح. السؤال الاول راح اعبره لين يعني في فيديو سابق انطيتكم الحل، راح اجي من المثال رقم 2 وسؤال رقم 2 ورايح. احنا بس خلي اذكر بشغله، انه احنا هنا بهذا الموضوع شنو اللي جاي نسوي؟ احنا نريد داله، تكون بدلاله متغيرين، داله بدلاله متغيرين، وهذه الداله راح نشتقها للمتغير الاول نساوي بالصفر. يعني لو عندي داله اف اف اكس واي داله بهالشكل، كل الموضوع كل هذه المسائل تشتغل بهالشكل. لو عندي داله اف of x y هذه الدالة لازم تكون معروفة عندي، كاتبها أنا هنا، وأجي أشتقها. خطواتنا راح تكون أشتق للx تساوي صفر ومشتقة للy تساوي صفر. من هذه راح تطلع عندي معادلتين، أطلع من عندها نقطة، راح أطلع نقطة x y وقد تكون وياها z، على اعتبار إحنا عندنا ثلاث متغيرات تتحول إلى متغيرين. فلازم أنا عندي بالبداية دالة بمتغيرين. قد تلقى الدالة بثلاث متغيرات، راح تلقى وياها اكو معادلة، فد equation مساعدة. هذه الايكويشن تحول لي الدالة من ثلاث متغيرات، يعني اذا لقينا دالة بثلاث متغيرات x y z، هذه الايكويشن مالتنا راح تحول الدالة بمساعدة هذه الايكويشن نحولها الى دالة بمتغيرين. هسه هذه الدالة اللي بمتغيرين نشتقها للمتغير الاول، قد يكون x، يعني مهم نشتق المتغير الاول ونساوي بالصفر، نشتق المتغير الثاني ونساوي صفر. راح تطلع عندي معادلتين انيه في معظم الاحيان، احلها اطلع قيم الاكس والواي او المتغير الاول والثاني، وارجع للداله الاصليه اطلع قيمه المتغير الثالث. هذه النقطه هسه، هذه النقطه لازم تخضع للاختبار التالي: اف اكس اكس في اف واي واي ناقص اف اكس واي تربيع. هذا المقدار لازم يطلع عندي موجب، وياها اتشيك اذا الاف اكس اكس موجبه اقول راح تعطيني مينيموم، اذا الاف اكس اكس سالبه نكتبها بهالشكل، اذا سالبه راح تعطيني ماكسيموم. يعني باختصار هذه خطواتنا. خلي نجرب ويا مثلا سؤال رقم 2. سؤال رقم 2 المطلوب ايجاد find the minimum distance from point، عندي هذه نقطة، من هذه النقطة يريد minimum distance المسافة، اقصر مسافة بين هذه النقطة وهذا المستوي. خلينا نشوف شلون راح نحل. انا راح اعطيك بس خطوات الحل وانت جرب. يعني عندي هذا مستوي واكو نقطة هنا، هذه النقطة هي واحد بسالب واحد باثنين، والمطلوب ايجاد اقصر مسافه بين النقطه والمستوي. احنا راح نفرض اكو هذه الهنت شوفها بين قوسين، هذا الملاحظه بين قوسين هي اللي تساعدني بالحل. انا راح افترض اكو نقطه هنا على المستوي احداثياتها اكس وباي بزد، عندي هذه النقطه، هذه احداثياتها اكس وباي بزد. فصارت هالمره المساله عباره عن ايجاد المسافه بين هذه النقطتين. قانون المسافة هو اللي راح يساعدني. S تساوي تحت الجذر x1 ناقص x2 تربيع زائد x العفو y1 ناقص y2 تربيع زائد z1 ناقص z2 تربيع. طبعا ماكو فرق اذا كتبت z1 z2 بالبداية، ماكو فرق. هذا القانون راح اعتبر ال x1 هي هذه النقطة، يعني هذه راح اسميها p1، وراح اعتبر النقطة على المستوي هي p2. فهسه صارت او بالعكس تريد بي 2 ناقص بي 1 نفس الشيء. المهم راح تطلع عندك هذه الداله، هذه الداله بها ثلاث متغيرات. مين نجيب المعادله؟ الايكويشن مين هي؟ معادله المستوي، هذا معادله المستوي. راح اجي هنا اخذ مثلا الزت، اكتب الزت تساوي، يعني هنا راح اكتب زت تساوي 4 ناقص اكس ناقص 2 واي، هيك كتبتها. زد تساوي 4 منها جبتها من معادلة المستوي. هذه وين اعوضها هسه؟ اعوضها بمعادلة
المسافه. كل زد يعني هذا الترم الاخير بمكان الزد اللي تبقى اللي هي الزد 2 اخلي هذا المقدار. صارت المعادله هسه الاس بدلاله فقط اكس وواي. هسه اروح اشتقها اس اكس اس واي اساويهم بالصفر واطلع نقطه، واجي بهذه النقطه اختبر هذه المقادير، لازم هذا المقدار يطلع موجب ولازم الاف اكس اكس ايضا موجبه حتى تكون عندي مينيموم. مينيموم يعني اقصر مسافه. يعني فكره السؤال صارت بالشكل التالي، انه انا عندي مسافه، قانون مسافه، ما دام هو طالب من عندي مسافه ديستنس فراح اكتب قانون المسافه اعتبرها هي الداله. معادله المستوي راح تخفض لي عدد المجاهيل من 3 وعدد المتغيرات من 3 الى 2. صارت هسه جاهزه الداله بها متغيرين فقط، اشتقها للاكس اشتقها للواي اساويهم بالصفر، واجي اطلع نقطه من هذه المعادلتين الانيه، وبعدين هذه النقطه اختبرها باختبار المشتقه الثاني. خل نطبق هذا الكلام على مثلا طبعا المثال الثاني والثالث نفس الطريقه. اذا نروح للرابع المثال رقم 4، what is the maximum volume of an open top rectangular box. عندي بوكس هذا شرحنا مثله بالمحاضرة. can be built from الفا سكوير متر of wood. يعني عندي مساحة من الخشب مقدارها الفا، الفا متر مربع، واريد اكون من عندها صندوق، راح اقصصها بحيث اكون من عندها صندوق. طبعا هذا الصندوق ابعاده اكس واي وزد، يعني الحجم مالته هو اكس في واي في زد. هسه اريد انت راح اترك عليك شلون تستخرج الداله او المعادله الاخرى اللي تخفض لك هذا الحجم، تخفضه من اكس واي وزد الى متغيرين فقط. اذا ننتقل للخامس، المثال الخامس، find the dimensions of the rectangular box of maximum volume that can be inscribed in the ellipsoid. هنا عندي ايضا حجم مال بوكس، يعني ايضا دالة الحجم هي x y z. منو الدالة؟ هي الحجم، لان هو رايده ماكسيموم. منين اخفض منه؟ هاي المعادلة هي اللي راح استخدمها اطلع z مثلا بدلالة x y وعوضها هنا، فراح تصير الدالة هي فقط اكس واي وبعد وياها الزت معوض عنها انا باكس واي، فصارت المعادلة كلها الفي، الدالة كلها في بدلالة اكس واي. اروح اشتق في اكس واساوي بالصفر، اشتق في واي واساوي بالصفر، واطبق اختبار المشتقة الثانية. نفس الشيء السادس. يبقى عندنا بس السابع، خلي شوي نحكي بيه. السابع قايل عندي فت شركة، a company uses two types of material of raw material. اكو شركة تستخدم نوعين من المواد الخام raw material، المادة الأولى مسميها I والمادة الثانية مسميها double I for its product، حتى تنتج. ايش تنتج هاي؟ قايل if it uses X unit of I، إذا يستخدم عدد X من المادة الخام الأولى ويستخدم عدد Y units من المادة الخام الثانية، فالإنتاج مالته عدد الوحدات المنتجة، هي عنده وحدات منتجة، كل وحدة من هذه الوحدات المنتجة لازم بها اكس، لازم بها المادة الأولى اي، ولازم بها المادة الثانية اي. فكل وحدة منتجة من هذا المعمل تحكمها هاي المعادلة، يعني 8 مضروبة عدد الرو ماتيريال الأولى في عدد الرو ماتيريال الثانية 8 اكس واي زائد 32 اكس زائد الى اخره. يعني هذه شو تمثل؟ هذه المعادلة تمثل عدد الوحدات المنتجة، عددها. زين، قايل كل وحدة اكس، كل وحدة من المادة الخام الأولى كلفتها 10 دولار، وكل مادة، كل وحدة واحدة من المادة الثانية الخام كلفتها 4 دولار. Each unit of product can be sold for راح يجي إلى 40 دولار. يعني إذا هذه المنتج هذا اللي هو اسمه يو، إذا استهلك 8 إكس وفي واي، يعني 8 وحدات من الإكس في الواي يجي للمادة الخام الأولى
اكس يضربها بالخام مادة الخام الثانية واي يضربهم ويضربها في ثمانية وهكذا ويا باقي الحدود راح يبيعها بأربعين دولار. شريد يريد how can the company maximize its profits، يريد شقد شو تسوي الشركة حتى تنطي أكبر ربح، تحصل أكبر ربح. شوف هي الاكس المادة الخام الأولى كل ما أستخدم يونت واحدة من عندها تكلفني 10 دولار، وكل ما أستخدم يونت واحدة من المادة الثانية تكلفني 4 دولار. من أنتج وحدة واحدة منتج جديد هذا اليو راح يكون البيع مالته ب 40 دولار، هذا قيمة البيع مالته الشركة راح تربح بيها. هسه يريد شو تسوي الشركة، بمعنى شقد قيمة الاكس وشقد قيمة الواي اللي تخلي ربح الشركة اكبر ما ممكن. هنا خلينا نجي لهذه، هسه انا كاتبها بشكل على صفحة بوحدها، هذه البروفيت، هذه البي معادلة البروفيت راح تساوي 40 اللي هو السعر النهائي للمنتج، هذا السعر النهائي للمنتج، باع المنتج هذا هو هذا المنتج ضربناه في 40. هسه هذه الدالة مالتي خلاص، يعني احنا المفروض بس صياغتنا وين نتعب انه نقول الربح النهائي هو جاي من تبيع الشركة هذا المنتج، هذا لان هذا اليو هي تمثل عدد وحدات المنتج اللي راح تبيع الشركة، من نضربها في 40 خلاص هذا هو البروفيت. فصارت عندي هذه الدالة مالت البروفيت بي اكس واي تساوي 40 في هذا، هذه دالة بمتغيرين اكس واي فقط. نفس الشيء اروح اطبق عليها اشتق اف اكس واف واي وساوي بالصفر تطلع عندي قيمتين او نقطة، العفو يعني قيمة الاكس وقيمة الواي تطلع نقطة، اختبرها باختبار المشتقة الثانية ولازم يطلع عندي هذا المقدار موجب واشارة المشتقة الثانية سالبة حتى تكون ماكسيموم. اتمنى صار واضح هذه يعني شلون اتعامل ويا هذا النوع من المسائل، هذه المسائل كثيرة بهذا التطبيق، بس ارجع انت وحدة وحدة فكر بهذا الاسلوب، ان احنا ملخص الحل مالتنا هذا هو، هذا اللي اشرته هسه هذا هو ملخص الحل مالتنا، ويعني اي استفسار تقدر تسألني عن هذا الموضوع.